الأجواء كبيرة جدا اليوم في هذا اللقاء، بعض السحب بعض الغيوم، ربما غير متأكد ما إذا كان هنالك أمطار بعد ذلك ستؤثر على أجواء المباراة، لكن يا إلهي على هذا الحضور الجماهير الرائع، يا إلهي على هذا الجنون في المدرجات، جماهير جاءت من أجل انتماء لناديها وعشقها لناديها وحبها لكرة القدم، وربما تواجه مشكلة مع الأمطار بعد ذلك. نتواجد اليوم في ملعب رائع كما تشاهدون الصور، كل شيء مثالي جدا في هذه المدرجات. بداية أحداث اللقاء، عمر العبدلاي قطع مسافة كبيرة بالكرة، يحاول فك شفرة الدفاع، يحاول لعب الكرة بالرأس، محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. لمسة بينية، يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يلعب كرة بينية، مرت الكرة، يمر ويلعب كرة بينية، تغيير اتجاه اللعب على اليمين، يورغنسن يبحث عن المهاجم، يلعب كرة على اليسار، يحاول تمريرها من بين المدافعين، كرة عرضية، لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، تلعب الكرة إلى الأمام، كرة طولية في المساحة الخالية، والكرة في المساحة، لم تمر الكرة العرضية، تبعد بعد ذلك إلى ركنية، كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة، يلعب رمية التماس، عرضية داخل ال 18، تصرف بشكل جيد، نجح في ابعاد الكرة تحت الضغط، يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية، منافسة قوية جدا جسديا بين اللاعبين، اختراق جميل على أعتاب المرمى، يلعب كرة، يحلق عاليا بضربة رأسية غير عادية، الله هذا الارتقاء،
قد تكون يسدد الكرة. نهاية الشوط الأول من هذه المباراة. سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين بعد الشوط أول كانت الكلمة فيه للدفاع. يلعب كرة رأسية مذهلة لن تسبب أي إزعاج الحارس. عمر العبد الله كرة طولية إلى الأمام يبعد الكرة بعيدا عن المرمى. عمر العبد الله كرة من جهة اليمين يحاول أن يلعب كرة بينية وتعود الكرة إلى حارس المرمى. كرة طولية من الحارس يلعبها لمنطقة الخطر. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. فاتت ومرت وصلت إليه. ضغط قوي وينجح في استعادتها. يمررها له بشكل جيد. يمر ويلعب كرة بينية. عدت الكرة. كرة بالعرض. يبعدون العرضية. كرة تمر بسلام على المدافعين. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ وصلت إليه. يسيطر على الكرة. كرة إلى الأمام. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. إذا صافرة نهاية المباراة انتهى كل شيء والخيار الأخير سيكون ركلات الترجيح. رغم أنها 0-0 أظننا استمتعنا بهذه المباراة. أداء كان عالي من الطرفين. مع انتهاء المباراة بدون فائز سنلجأ إلى ركلات الترجيح. نلجأ إذن إلى ركلات الترجيح، ركلات الحظ. البعض يعتبرها موت بطيء كروياً. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم. تصدي رائع. الله على هذا التألق. عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة.
ينجح في أن يخدع الحارس يسجل هدف. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. ثاني لاعب يسدد. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. يتقدم المسدد الثالث. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. ثالث منفذي الركلات. يتصدى لها الحارس. حارس في منتهى التركيز، يمكنها ببراعة. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. رابع لاعب في ترتيب المسددين. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. التعادل 3-3. خامس لاعب من أجل تنفيذ الركلة. الله، كرة في منتهى الروعة. خدع الحارس بطريقة بارعة. لعب الكرة في الاتجاه الآخر. كوبنهاجن، لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. كوبنهاجن، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. ضربة مذهلة. يتقدم اللاعب السادس. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى. كوبنهاجن، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق جلطة سراي. فاز بالطريقة الأكثر دراماتيكية في الكرة. على الرغم من صعوبة المباراة، نجح الفريق في الانتصار في النهاية. لا توجد إثارة مثل إثارة ركلات الترجيح. بالتأكيد فإنهم في غاية السعادة على الفوز من أصعب مرحلة في المباراة. حانت لحظة الوداع اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة. هذه تحيات فادي العتيبي. إلى اللقاء.